الدوري ديال الرحال لكرة القدم أقل من 13 سنة كيبلغ دابا الدورة الثالثة، فالحمد لله ديما كنستدعي نوادي كبار في المغرب. الآن كتشارك معنا الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي، الجيش الملكي، أولمبيك خريبكة، الدفاع الحسني الجديدي، وهذا الشيء باش نعطيو واحد التنافسية للوداد ديالنا، خاصة حنا مقبلين السنة هاد السنة إن شاء الله في الصيف هاد السنة على جوج ديال الدوريات خارج أرض الوطن، جوج في إسبانيا وحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله هاد الدوري السنة القادمة غادي يكون كذلك دوري، لأن اسم الوليد الله يرحمه اسم رحال، اسم كبير اللي عطى المغرب، عطى الدار البيضاء، عطى المدينة القديمة، ونحاولوا نرفعوا من القيمة ديال هاد الدوري حتى يلقى الدوريات الكبار في العالم، وخاصة الفئات الصغرى أقل من 13 سنة وأقل من 15 سنة. كنشكروا جميع الفرق المشاركة، كنشكروا السلطات المحلية، كنشكروا الوليدات على الانضباط ديالهم على الروح الرياضية، ولحد الساعة في الأجواء جد جميلة، الجو موسمي، كل شيء متوفر، فكنشكروا الجميع وكنتمناو ينجح الدوري باش نحاولوا نديروا دوريات أخرى إن شاء الله.